عودة مرة أخرى إلى الدكتور صباح حلة وللحديث عن إعلان حكومة السودان وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع الربط السككي بين العراق وإيران للوقوف على هذا الموضوع وحيثياته. دكتور صباح مرحبا بك مرة أخرى. لماذا تصر الحكومة حكومة السودان على المضي بمشروع الربط السككي مع إيران؟ حقيقة السوداني في تراجعه عما صرح به عام 2019 بأن أي شكل من أشكال الربط السككي مع دول الجوار سيؤثر بشكل كبير وخطير على الموانئ العراقية، ولكن في الظرف الحالي استجدت أحداث كثيرة جدا ومتغيرات جيوسياسية في المنطقة، حيث أن هناك تصريحات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تعمل على إنشاء قوة واسعة وكبيرة في الحدود العراقية السورية لمنع حركة ونشاط القوى المدعومة إيرانيا من الدخول والخروج، وكذلك أيضا عمليات دخول السلاح وغيره. ولذلك نلاحظ حاليا تراجع السوداني وأسرع بعملية وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي الشلامجه البصره، ولكن المشروع وصولا الى اللاذقيه عن طريق البصره هذا صعب جدا على العراق وايران، او بالاحرى على ايران ان تعمل على تنفيذه بالمتغيرات التي ستحصل في سوريا بالدرجه الاساسيه بعد ان اقر الامريكان من إنشاء ما لا يقل عن 28 لواء. طيب إذا كان موقف السوداني في عام 2019 أن هذا الأمر أو هذا المشروع يضر بموانئ العراق، ما الذي تغير؟ ما الذي سيجنيه العراق من هذا المشروع لو حصل؟ يعني هل هو لصالح إيران بالدرجة الأساس؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الجزئية التي تخص العراق هنا؟ بصراحة لا فائدة منه للعراق، بل المستفيد المركزي والأساسي هي إيران. أولا يسهل عمليات المرور والحركة والنشاط للقوى بكل أشكالها المدعومة من إيران عن طريق الشلامجة البصرة، وبنفس الوقت أيضا كلنا ندرك أن الميزان التجاري العراقي مع إيران بصراحة واسع وكبير وقد يصل إلى طيب. ما لا هنا دكتور صباح، يعني لو أخذنا مثلا ميناء الفاو وأخذنا المنفذ الشلامجة، يعني ما الذي يمنع من المضي بمشروع الربط السككي مع إيران ولكن عن طريق ميناء الفاو؟ بصراحة هذا المشروع يرتبط بطريق الحرير الصيني، ولذلك نلاحظ الأمريكان غضوا الطرف عن مسألة اعتراض الربط السككي مع إيران شلامجة البصرة. لاحظ هذا الجانب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول وضع شكل من أشكال الحواجز أمام طريق الحرير، حيث مدت الصين وصولا إلى جوادر في باكستان ولم تصل به إلى عبدان، وإنما تريد من جوادر في باكستان وصولا إلى الفاو. ولذلك نلاحظ وضعت كثيرا من العراقيل إيران في تطوير الفاو، إضافة إلى الكويت حاولت أن تستبعد تأثير ميناء الفاو بإنشاء ميناء مبارك. هذه كلها عوامل دفعت في الظرف الحالي إلى الإسراع في عمليات الربط السككي والعمل على تأجيل أي شكل من أشكال المشاريع القادمة. هذا المشروع لو نفذ دكتور صباح، هناك ثقة ربما هناك من خلال التصريحات أو من خلال حديث الحكومة ثقة إيرانية بمشروع الربط السككي وتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، كيف ستستفيد إيران بالذات من هذا المشروع؟ إيران ستستفيد منه أولا تكاليفه تقع على الميزانية العراقية التي تعاني بالأساس من عجز كبير جدا في 2023.
2023 والتي تقدر بأكثر من 50 مليار، وهذا ما تريده إيران، إبقاء العراق تحت سيطرتها وإضعافه من كل النواحي بما فيها ماليا، وكذلك أيضا المشاريع التي قد تعطيه القوة الاقتصادية والسياسية في المنطقة. لذلك سارعت في عمليات المباشرة في الظرف الحالي، ولكن المستجدات القادمة في مسألة مشروع التنمية الذي يسعى له السيد السوداني بوجود 10 دول ممكن الربط معها سككية وتطوير كل أشكال عمليات التجارة معها، والتي تضم العراق وإيران والسعودية والخليج وكذلك أيضا الأردن وسوريا. ولذلك نلاحظ هي خطوة لتأخير هذا المشروع. نعم، يعني إيران بصراحة حتى السوداني الذي يطبل ويزمر لمشروع التنمية، طريق التنمية الذي يصل إلى تركيا ثم أوروبا. شكرا دكتور. ولكن إيران تحاول أن تضع له من الحواجز، وبداية من مسألة الربط السككي. شكرا جزيلا دكتور. من عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح حلو، نشكرك شكرا جزيلا.